تليفوني. الو، استاذ نور يا فندم، اتفضلي اتفضلي اسال حضرتك. بص حضرتك، انا عندي 3 مرات سرطان. كويس. لو كحيت، لو عضت، ساعات كمان يعني بلاقي الهدوم بتاعتي مبلوله. كويس. فترات طويله. مش الكلام ده حصل لك بعد ال3 ولادات صح؟ بعد ال3 ولادات. كويس. لو ضحكت شويه الاقي البول يعني نزل مني. السؤال بقى، في ال3 ولادات كلهم تموا 9 اشهر؟ 9 اشهر. مفيش اي ولاده منهم حصل ان انت دخلتي في بدايه ولاده وبعدين قلبوكي قيصري؟ لا، هو كان الولادتين اللي هم الاخرانيين. تبدأي زي بداية ولادة وبعدين بعد كده تقلبي قيصري. جاتلي طلق فيهم، بس جالي طلق مبكر، وبعد كده بقت ولادات قيصرية. كويس. باخد حاجات تهدي اللي هي الانقباضات بتاعة الرحم، وبعدين بقت ولادة قيصرية. كويس. حضرتك عندك كام سنة؟ عندي 36 سنة. كويس. الكحة، العطس. طيب، عملت تحاليل قبل كده وتأكدت إن مفيش أي صديد في البول؟ عملت تحاليل كتير، لا دايما بيطلع فيه صديد في البول. طيب، دي من العوامل اللي بتزود السلس البولي. وبعدين عندي باستمرار يا دكتور وجع في جنابي الاثنين من ورا، يعني بيسمعوا مع بعض، ده مره وده مره، رغم ان مفيش حرقان في البول خالص. اوكي. خالص. عملت اشعه تلفزيونيه على البطن او الحوض؟ عملت قبل كده وتطلع كلها طبيعيه، مفيش اي مشكله، عملت اكتر من مره. اوكي، اتفضلي حضرتك تابعينا من التلفزيون وانا هحكي لك. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. هو طبعا السائله الفاضله، ال3 ولادات اخر 2 اللي هما الثاني والثالث حصل بدايه طلق اللي هو الطلق المبكر، وبعدين بعد كده عملت قيصري، فهي مرت بمرحله كانها بالظبط حصل طلق. احنا قلنا قبل كده ان الطلق لما يقعد فتره طويله، تمام، ده بيؤدي الى ان عضلات الحوض بيحصل فيها زي برولابس او سقوط. فبيحصل سقوط في الرحم، خصوصا ان هي في الشهر 9، يبقى الرحم تقيل جدا، فانها تتعرض مرتين للكلام دوت بيبقى عادي، كانها بالظبط ولدت طبيعي من تحت. طيب، دي علاجاته ايه؟ علاجه طبعا زي ما قلنا قبل كده، اللي هي تمارين كيجل اكسرسايز، ان انت بتحاولي تحسني عضلات الحوض، عشان انت عندك قناه مجرى البول نزلت عن مكانها، فعايزين نقوي العضله دي عشان تقفل عليها كويس، فما عادش البول يفلت منك خالص. نمره 1 فيها اقراص موجوده في الصيدليات، بس طبعا الدكتور اللي يكتبها لك مسؤول عن ان انقباضات المثانه العصبيه تهدى، فالمثانه ما تنقبضش غير لما انت تخش التويليت عشان تعملي حمام بول، غير كده ما تنقبضش في وسط النهار، ما تنقبضش، لان انقباضات البسيطه او اللي بتحصل مع مثانه عصبيه اللي بتبقى عامله زي الرعشه كده، دي بتؤدي الى سلس بولي. اوكي. نمره 2، نعمل التمرين اللي قلناها في اول الحلقه، ان احنا بنبقى كان زي ما يكون في ريح هيعدي من فتحه الشرج، واحنا بنمسك بنقمط ونسيب، نقبض العضله ونسيبها، نقبض ونسيبها كذا مره، تلت ساعه الصبح، تلت ساعه الظهر، تلت ساعه بالليل. والكلام ده مش محتاج انك تفضي نفسك، ده ممكن تعمليه وانت في المطبخ، وانت بتطبخي، وانت بتتفرجي، وانت على التلفزيون، وانت بتعملي اي حاجه، لان دي حاجه داخليه ما حدش بيبقى حاسسها خالص. يبقى التمارين مع الاقراص ده موضوع. الموضوع الاهم طبعا ان لو وجود فيه املاح او فيه صديد، وده بعض السيدات تيجي تقول انا عندي سلس بولي، نيجي نعمل تحاليل نلاقي عندها على طول متكرره، وهي ذكرت المتصله ان عندها صديد. فنفاجئ ان كميه الصديد عندها عاليه قوي 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 قوي، وللاسف تاخد جرعات علاج مثلا لمده، انا خدت علبه مضاد حيوي وخلصت خلاص بطلتها، او خدت 7 ايام وبطلته، فالبكتيريا ما بتقضيش عليها تماما، فمجرد انها بتقل تقل تقل وترجع تاني تزيد، فطبعا بيبقى عندها على طول في بكتيريا في المثانه، ده من اهم اسباب السلس البولي. مجرد ان احنا بنقضي تماما على الصديد في المثانه، ونقضي على وجود الاملاح في المثانه، ونتاكد ان الكلام ده قعدت شهر مفيش اي ارتجاع للبكتيريا تاني، اوتوماتيكالي دي في حد ذاتها بتحسن المثانه بدرجه عاليه جدا، تصل 60% من غير تمارين ومن غير اقراص ومن غير اي حاجه، بيبقى سلس بولي ناتج عن وجود صديد واملاح في المثانه. فانت لازم تمشي في 3 خطوات مع نفس الوقت، تعملي تحليل بول ومزرعه، وبعدين تاخدي العلاج لمده 21 يوم متصل حسب المزرعه ما تطلع، تاخدي الاقراص اللي بتهدي انقباضات المثانه، وتعملي تمارين كيجل اكسرسايز بتاعه الانقباضات بتاعه عضله الحوض، بتحسن قوي الحاجات دي. غالبا بتتحسن. طيب، ان شاء الله. لا قدر الله ما فيش تحسن، هل ممكن يكون هناك تدخل جراحي؟ في طبعا كذا عمليه بتتعمل، عمليات بسيطه وعمليات كبيره للكلام ده، بس حسب درجه السلس البولي عند السيده. يعني ممكن سيده تقول ايه، انا بنزل نقطتين ثلاثه لما اكح او اعطس، مش محتاجه حاجه. وممكن واحده تقول لا، ده انا لو كحيت او عطست انزل كميه قد نص فنجان صغير. فطبعا دي بتقول لك انا ببل نفسي كده، انا مش قادر اعمل. اللي بيحصل ان احنا في حاجه اسمها يا اما بنخش بالمنظار، المنظار بتاع المثانه، ونيجي نحقن تيفلون او بوتكس زي بالظبط اللي بيتحقن عشان يعمل الخدود يكبرهم وكده، اهو بنحقنهم في حوالين الصمام،
يعني الصمام بيبقى كده. فلما نيجي نحقن هنا ونحقن هنا ونحقن هنا ونحقن هنا بيبدا الصمام ده يضيق، فيبقى ايه كاننا زقينا عليه من بره. تمام. تبدا ايه تتحكم في البول بعد ما نعمل عمليه الحقن ده بتاع التفلون او بتاع البوتوكس. المشكله ان هو ما بيستمرش اكتر من سنه، يعني لازم كل سنه تروح تحقن بالظبط. ده حل. الحل الثاني في حاجه اسمها زي شريط كده، هو بردك تفلون بيتركب بعمليه بسيطه قوي من تحت من ناحيه المهبل. بيبقى لافف حوالين قناه مجرى البول، يعني دي قناه مجرى البول، الشريط بيركب كده حواليها من هنا ومن هنا بيبقى طالع خلاص، وبنثبته من هنا وبنثبته من هنا. فلما بيضغط كده على قناه مجرى البول بيتنيها، ما بيبقاش سايب الفتحه مفتوحه قوي، ودي بتدي تحكم. طيب. وزي ما بتدي تحكم يعني زي ما ليها مميزات ليها عيوب. ساعات الدكتور بعد ما بيعملها نفاجئ ان لا ده عامله تايت قوي جامده قوي على مجرى البول، فنضطر نعيدها، يا اما نفكها يا اما نفكها خالص. تمام. يا اما بعد ما تتعمل يجي يخش، طبعا هي ليها مقاييس معينه بس مع الخبره لو ما كانش الخبره كويسه قوي ساعات بعد العمليه تفاجئ ان السلسله بقى موجود زي ما هو.